في قصة اليوم ما راح نعتمد إلا على القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة لأن قصة اليوم ما هي قصة حصلت في الماضي بل قصة بتصير لنا في المستقبل قصة غيبية وهذه القصة راح نمشي فيها كلنا نهاية الأشياء دائماً تكون مخيفة ومرعبة.. يا رجل لو شفت حيوان صغير قدام عيونك يموت تحس بالخوف وشعور غريب جداً بداخل مع اننا كلنا نعرف ان هذا هو مصير كل المخلوقات، لكن النهايه دائما تكون مروعه ومخيفه وصعبه وثقيله جدا على الروح، عشان كذا نحس اذا مات احد قدامنا او شفنا مخلوق من المخلوقات تنتهي قصته امام عيونك تكون صعبه على الروح، ثقيله جدا، تخيل معي هذا الشعور على الكائنات والمخلوقات البسيطه، كيف لك بالشعور اللي نحس فيه عند انتهاء الزمان؟ الزمان والحركة شيئين دائما مع بعض، فالحركة موجودة في كل شيء في الكون، حتى الجمادات، الجمادات اللي تشوفها هذه الجسيمات اللي داخلها في حركة دائما، دائما تهتز، أنت تشوفها جامدة، لكن الجسيمات اللي بداخلها دائما في حركة مستمرة، زي ما قلنا الزمن والحركة شيئين ما يتفرقون عن بعضهم، إذا في حركة ففي زمان، وكذلك إذا في زمان فيه حركة ودام الحركه في كل الاشياء حتى في الجمادات نعرف ان الزمان داخل في كل المعادلات الفيزيائيه في الكون فاي شيء يصير للزمان راح تتغير معادلات فيزيائيه كثيره في الكون يعني باختصار تشوف اشياء غريبه اشياء جديده تطلع لك لان حصل خلل اصلا في المعادله الاصليه في الوقت والساعه ما هي مربوطه بالساعه اللي في يدك ولا اللي في بيتكم الوقت والساعه موجوده من يوم خلق الله الارض والسماوات لو تناظر في السماء بتشوف الشمس والقمر ولاحظ معايا بحركه الشمس والقمر بتعرف الوقت والتاريخ شفت حتى في حركه الشمس والقمر بتعرف الوقت والتاريخ بتعرف الزمان فمنازل القمر تعلمنا كم التاريخ وبحركة الشمس بتعرف كم الساعة إيه نعم الشمس اللي أنت تشوفها هذه هي تعلمك الساعة كم في زمان قبل ظهور هذه الساعات اللي في يدينا ولا اللي في بيوتنا كانوا الناس يستخدمون الشمس كساعة عن طريق مراقبتهم لظل الأشياء يعني إذا يبغون يعرفون متى صلاة العصر يراقبون ظل الأشياء صلاة العصر تبدأ إذا صار ظل الشيء مثل حجم الشيء نفسه وهذه هي كانت شرارة بداية اختراع الساعات اللي في أيدينا find a nice location a sheltered location in your house where the sun comes in on a windowsill or on a table as the earth turns we can watch as the shadow progresses moving towards 3 o'clock 3 p.m moving on past 3 p.m to 4 p.m زمان كانوا يحطون عمود في الارض ويراقبون ظل هذا العمود، ويعرفون من خلال ظل العمود الساعة كم بالضبط، وإذا غربت الشمس يناظرون في القمر ويعرفون التاريخ كم، كم يوم عدى من الشهر وكم باقي عليه وينتهي، دقة ربانية وإبداع في الخلق، سبحان الله بس، في الشمس اللي في السماء هي ساعة من الله سبحانه وتعالى لنا، في شروقها نعرف أن بداية يوم جديد وفرصه جديده من الله سبحانه وتعالى وفي غروبها انتهاء يوم كامل عشان كذا تشوف من اكبر علامات نهايه الزمان وموت الزمان هي شروق الشمس من المغرب ودام في تغير في الزمان بيصير في تغير فيزيائي في الارض لان الزمان داخل في كل المعادلات الفيزيائيه على الكون ودام تغير الزمان راح تشوف في تغيرات على وجه الارض وهذا اللي راح نحكيه اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طيب. كالعادة قبل ما نبدأ حلقة اليوم لازم نعرف بعض الأشياء اللي راح تفيدك في فهم قصه اليوم، واول هذه الاشياء ان نهايه الزمان وموت الزمان اللي حنا نعيش في حدوده، لا يعني ان الزمان عند الله سبحانه وتعالى مات. الوقت والزمان اللي حنا نعيش في حدوده هو مخلوق من مخلوقات الله، هو مخلوق عظيم جدا. هذا الزمان هو مختلف عن الزمان عند الله سبحانه وتعالى، في اليوم الواحد عند الله سبحانه وتعالى كالف سنه عندنا حنا. يقول الله سبحانه وتعالى: "ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعد". في يوم نجي حنا نقول احتضار الزمان وموته هو الزمان اللي حنا نعيش في حدوده، عشان كذا يسمى نهاية الزمان، وهذا كلام أهل العلم. فتعالوا نمر على إيش قالوا أهل العلم في موضوع أن زماننا هذا هو مختلف عن الزمان عند الله سبحانه وتعالى. فيقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله في تفسيره لآية <applause> إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قال فهذه من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة ويقول ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله في تفسيره لآية أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك اللي هو الشمس والقمر وتلك الايام التي خلق فيها الارض والسماوات مقدره بحركه اجسام موجوده قبل خلق السماوات والارض بكذا نستنتج ان الزمان اللي حنا نعيش فيه وفي حدوده وزمان مخلوق لنا حنا وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق علامات نستدل بهذه العلامات على وجود الزمان وجريانه من هذه العلامات تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر كل هذه علامات نقدر نستدل بها على وجود الوقت وجريانه لان الزمان مخلوق بس مخلوق ما نقدر نشوفه ولا نقدر نقدر نحس فيه فجعل الله سبحانه وتعالى لنا الليل والنهار والشمس والقمر كعلامات نستدل بها على وجود الوقت وعلى جريانه يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربك ولتعلموا عدد السنين والحساب بس السؤال إيش بيصير لنا لو توقف الوقت إيش بيصير لأجسادنا إحنا هل بتتحمل أجسادنا توقف الوقت والزمان إيش بيصير للكون كامل لو توقف الزمان مرة واحدة في وقت واحد أما الشيء الثاني اللي لازم نعرفه أن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوق وظيفته فقط هو القضاء على الوقت والزمان وكل من يعيش في حدوده هذا المخلوق عظيم جدا هو ملك من الملائكة يسمى إسرافيل عليه السلام كلنا سمعنا فيه وكلنا سمعنا بالنفخ في الصور إيه نعم هذا الملك هو اللي ينفخ في الصور بس شو الصور هذا؟ الصور هذا قرن عظيم جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه لك عرض السماء والأرض يعني هذا القرن العظيم أعظم دائرة فيه أو أعظم عرض فيه كعرض السماوات والأرض إذا نفخ إسرافيل فيه يصدر صوت عظيم جدا ينتهي بعد كل شيء تخيل معي عرض هذا القرن كيف الحين كيف لك بهذا الملك العظيم اللي ينفخ في هذا القرن العظيم فيصف النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الملك فيقول ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان لا إله إلا الله تخيل كلنا نعرف أن الكواكب عظيمة جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن عيونه كوكبان دريان مستعد ينفخ في هذا القرن العظيم اللي بعده ينتهي كل شيء ينتهي كل مخلوق من هذه المخلوقات هو الزمان في يوم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وعن إسرافيل عليه السلام سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف نقول يا رسول الله قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله ربنا ودامنا عرفنا هذه الشيئين المهمين خذ لك اليوم سماعات لأن قصة اليوم ما هي مثل أي قصة قصة اليوم هو أشياء بتصير في المستقبل أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فلا بد أنك تركز معي في حلقة اليوم ولا تنسى برضو تتابعني في كل السوشيال ميديا اكتب أنا ساكشن بإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك بدون ما نطول، بسم الله نبدأ. من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أول علامات الساعة الصغرى كانوا حتى الأولين زمان كانوا يتكلمون عن هذه العلامة إن من أول علامات الساعة الصغرى بعثة آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء وكانوا دائما اليهود في ذاك الزمان يتكلمون عن هذه العلامة إن من بعدها خلاص يبدأ الزمان شيء فشيء يتغير فعلا بعد ما بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر القمر اللي دائما يعلمنا على التاريخ انشق أمام عيون الناس يقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فكان انشقاق القمر هو ثاني علامات الساعة الصغرى وهذا لا شك إنه شيء عظيم جدا انشقاق القمر وإنه دليل على إن في شيء في الزمان حصل زي ما قلنا قبل كذا الزمان يدخل في كل القوانين الفيزيائية في الكون فمن هذيك اللحظة إلى يومك هذا وكل شوية البشرية تشهد علامة من علامات الساعة الصغرى تغيرات سريعة وكثيرة جدا وكأن الزمان فعلا اقترب من النهاية حتى أنك صار كل جيل يقول الساعة ستقام علينا فمن علامات الساعة الصغرى تقارب الزمان في صير الزمان أسرع مع مرور الوقت يقولون أهل العلم في آخر الزمان أن السنة الكاملة تمر مرور الشهر وأن هذا التسارع تسارع حقيقي محسوس مو بس مع معنوي والله أعلم أن هذه العلامة يعني علامة تراكمية يعني ما بتظهر في يوم وليلة ولكنها مع مرور الوقت تبدأ تظهر ويحسها البشرية تحس أن في شيء قاعد يصير وزي ما قلنا قبل كده أن الزمان يتدخل في كل المعادلات الفيزيائية بدأ في, في تسارع في الزمان فأكيد أنه راح يأثر على أشياء ملموسة محسوسة تشوفها قدام عينك على الارض ففعلا في اخر الزمان بتصير في تغيرات كونيه تكثر الزلازل ويظهر خسف في المشرق والمغرب وفي جزيره العرب واللي وقتها بتكون جزيره العرب مروج وانهار بعد ما كانت صحراء قاحله هذه كلها تغيرات فيزيائيه يعيشها البشريه في ذيك اللحظه كل هذه من علامات الساعه الصغرى واللي بتشهدها البشريه والله اعلم ان تسارع الزمان له دخل في التغيرات الكونيه هذه فتخيل معايا ان الزمان يتسارع 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 والتغيرات الكونيه تظهر على على وجه إلين نقطة معينة الزمان يتغير تماما. بدل ما كان سريع جدا يصير بطيء جدا حتى ان اليوم الكامل يمر كسنة كاملة. وكأن الزمان يعني ارتطم بشيء. وهذيك اللحظة بتكون اول علامات الساعة الكبرى. الحين اباك تركز معايا مزبوط اول ما يظهر المسيح الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيجلس فينا اربعون يوم. يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر ايامه كايامكم. طبعا الصحابة سألوا النبي صلى الله الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا اتكفينا فيه صلاه يوم اليوم اللي بيمر علينا كسنه يكفينا فيه صلاه يوم نصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقدروا له قدره يعني فعلا اليوم هذاك بيكون كسنه وكان الزمان فعلا يلفظ انفاسها الاخيره وزي ما قلنا قبل كذا اي شيء يتغير في الزمان فراح يتغير اشياء فيزيائيه في الكون راح تشوفها فينزل رجل من السماء يشوفون الناس الرجل هذا في الثلاثين من عمره هذا الرجل كان عايش قبل ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف سنة ينزل على الأرض بنفس العمر اللي كان عليه قبل ثلاثة ألاف أربعة ألاف سنة هذا الرجل هو عيسى بن مريم وكأن نزوله هو علامة لنا أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يدبر الزمان فيقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال ويدعو الناس للإسلام ويهلك الله سبحانه وتعالى كل المللة كل الأديان الثانية يهلكها الله يعني لا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا أي ديانة ثانية تبقى على وجه فيتضح للناس بطلان باقي الأديان كلها لكن يبقى في ناس كفرة ومنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وفي عهد عيسى بن مريم يخرجون يأجوج ومأجوج يملؤون الأرض فسادا يقتلون ويدبحون يعني يسوون بلاوي كثيره في الارض حتى يهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد هلاك ياجوج وماجوج تبدا التغيرات الفيزيائيه على الكون يشهدها البشر وهذا تقريبا في خلال 40 سنه فتصير الحيوانات المفترسه تجلس مع فريستها يعني تلقى اسعد جنب غزال يعني يمشون مع بعض ولا كان الاسد يعني ايش ماثر فيه الموضوع ويصير السم اللي كان يقتل البشريه ما يؤذي البشريه ابدا ويصيرون قبائل كامله يشربون من ناقه واحده الله اعلم كيف حجم هذيك الناقه يعني في في تغير حتى في في الحيوانات في اشكالها وتصير الفواكه احجامها كبيره جدا تخيل معي الفاكهه الواحده مجموعة من الناس يأكلون منها حتى يشبعونها، ومو بس كده اذا خلصوا من الفاكهة هذه يجلسون تحت قشرها يحتمون من الشمس، يعني تخيل معي كبر هذه الفاكهة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحافها، العصابة هم مجموعة من الناس يعني يأكلون الرمانة واحدة، وإذا خلصوا منها يستظلون بقشرها، ويبارك في الرس حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، والفئام هم يعني قبائل كثيرة، واللقحة من البقر لا تكفي قبيلة من الناس، واللقح من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، والفخذ يعني أسرة كبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتعى الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم يعني المفترس مع فريسته يجلسون مع بعض ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم والله اعلم من هذا كله بسبب التغيرات الزمنيه اللي حصلت قبل كده في موت عيسى بن مريم ويقومون المسلمين يغسلونه ويدفنونه ويصلون عليه ويجلسون المسلمين في هذا الخير حتى تظهر الريح يبعث الله سبحانه وتعالى ريح طيبه يقول النبي فتاخذهم تحت اباطهم الريح هذه تاخذ انفس كل المسلمين والمؤمنين، كل واحد يقول لا اله الا الله بيموت، وما يبقى على وجه الارض الا شرار القوم، وهذا دليل انه بيكون في كفره ومنافقين، هذولاك يبقون على وجه الارض، يموت بس كل المؤمنين، ومن هذيك اللحظه تبدا تظهر علامه ثانيه من علامات موت الزمان ونهايته، واللي هي خروج الدابه، تخرج هذه الدابه وتبدا تعلم الناس على خشومهم. مو كل الناس في بعض الناس المحددين يعني الله اعلم ليش وكيف وايش السبب وراء هذا الامر لكن باذن الله بنخلي لها حلقه كامله يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابه فتسم الناس على خراطيمهم يعني تعلم على خشومهم بعلامه ثم يعمرون فيكم يعني يعيشون زمن طويل الناس هذول اللي علمت على خشومهم يعيشون زمن طويل وهذا دليل انه مو كل الناس لان في ناس محدده هم اللي يعني يعلم على خشومهم حتى يشتري الرجل الدابه فيقال ممن اشتريت فيقول من الرجل مخطم يعني اللي معلمة على خشمة هذاك الرجال اللي معلمة على خشمة اشتريت من عنده هذه الدابة فتعيش البشرية زمن طويل بعد هذه العلامة بعد هذه الدابة وكلهم في ذاك الزمان من أشر القوم يعني ما باقي أحد يعيشون مثل الحمير يعيشون فترة طويلة لكن عيشتهم عيشة بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتهارجون فيها تهارج الحمر يعني مثل الحمير يعني عيشتهم عيشة بها لا عندهم لا حياة ولا أخلاق ولا ولا شيء صفر يجلسون فترة طويلة على هذا الحال وعلى هذا العيش سيئة، مليئة بالشهوات والمليئة بالمعاصي، كل يوم تشرق عليهم الشمس وتغرب وهم في معاصي وعيشة بهايم، الين في يوم من الايام تشرق الشمس من حيث غربت. صحيوا يعتقدون انهم بعيشون يوم جديد بحياة جديدة، لكن يوم يشوفون الشمس اشرقت من حيث غربت هذا المنظر يعرف حتى الجاهل ان الزمان خلص. الوقت اللي كنا نعيش فيه واللي كان عندنا فرصة جديدة في كل صباح، هذه المرة حتى الجاهل يعرف انه ما عاد عنده فرصة ابدا. يقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم فإذا رآها الناس آمن من عليها كل أهل الأرض آمنوا خلاص الشمس أشرقت من مغربها يعني مستحيل هذا يصير إلا بإرادة إله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل في الجميع يؤمن ولكن إيمانهم هذا ما ينفعهم أبداً زمن الاختبار خلص الأعمال رفعت لله سبحانه وتعالى وما عاد فيه أي عمل يسجل من بعد هذاك اليوم لأن هذاك اليوم هو بيوم عادي أصلاً مو هو من الأيام العادية وزي ما قلنا قبل كده الوقت يتدخل في كل الأشياء الفيزيائية على الأرض. فتخيل إن الشمس رجعت من حيث جعت وقتها فعلا كل القوانين الفيزيائية على الكون تتغير. فتخرج نار من عدن نار تخرج من عدن تسوق الناس كلهم والكائنات كلها إلى مكان واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل يعني حتى النمل. والذر ينساقون لهذا المكان تخيل معي كل الكائنات تسوق هذه النار لمكان واحد مكان المحشر والنار هذه ما هي بنار عاديه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس او تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يعني هذه النار تمشي معهم حيث مشوا وتوقف حيث وقفوا والله اعلم ان في تغير فيزيائي كيميائي في الكون حصل تسوق الناس يعني لمكان واحد حتى الذر والنمل، فتسوقهم النار هذه إلى مكان واحد. كل البشر على وجه الأرض وكل الكائنات في هذا المكان، فيجلسون فترة طويلة حتى إلى درجة أنهم يتعايشون مع الموضوع. خلاص يعني يبدأ يعني يسوون أسواق ويعيشون حياة طبيعية، لكن الله أعلم كم بيجلسون من الوقت حتى أنهم يرجعون يكفرون ويكذبون بعلامات الساعة. يعني خلاص غفلوا عن اللي حصل له ويبدون يشككون في آيات الله سبحانه وتعالى أو كفره يعني أشر القوم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه يقعدون مشككين في العلامات اللي قاعدين يشوفونها ينسبونها للطبيعة وينسبونها للكون يقول الله سبحانه وتعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة جيهم بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم والناس في أسواقهم يشترون ويتبايعون وكل واحد مشغول في شغلته وغافل إلا بصوت قوي يفزع كل من كان في الأرض صوت يخرج ي... قوي جدا الى درجة ان الولدان العاديين يشيبون تشوف ولد جنبك طبيعي عادي ترمش وتفتح شعره ابيض كامل والحوامل يسقطون اللي في بطونهم والناس يغمى عليها يمين ويسار يفقدون الوعي بس انهم احياء باقي ما يموتون الصوت القوي هذا خارج من القرن العظيم اللي مع اسرافيل عليه السلام والصوت هذا هي نفخة الفزع نفخة الله سبحانه وتعالى يعذب فيها من في الارض وهي نفخه طويله يستمر الصوت هذا فتره طويله حتى تزلزل الارض زلزال شديد جدا تخلي الناس يتخابطون كأنهم سكارى يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالناس يتخبطون كأنهم سكارى ومفزوعين من الصوت الشديد هذا فتتزلزل الأرض زلزال قوي جدا من قوته الناس يشوفون القبور تتبعثر القبور تتقلب وتخرج جثث الموتى من الأرض وفعلا تبدأ الأرض تخرج كل كل ما كان في بطنها من شده الصيحه فتخرج الارض من كنوزها وشوائبها وكل ما كان في بطنها، كل شيء كان في جوف الارض ليس من الارض يخرج وكان الارض تخرجها من بطنها، يقول الله سبحانه وتعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ايش اللي قاعد يصير؟ الناس تطالع في هذا المنظر المرعب وتتعجب من اللي قاعد يصير، واما البحار تتفجر انفجار عظيم جدا كانها كأن الرمى فيها قنبلة تتطاير مياه البحر في كل مكان لكنها في هذيك اللحظة ما صارت مياه عادية لأنها حتى هي حصل فيها خلل كيميائي يقول الله سبحانه وتعالى وإذا البحار فجرت تتفجر ويقول وإذا البحار سجرت تتحول البحار والمحيطات هذه كلها إلى نيران مشتعلة البحر اللي كان مليان ماء يتحول ماءه إلى نار الماء هو ضد النار ومستحيل يجتمعون مع بعض في مكان واحد في كيف لك بمحيطات كاملة تتحول إلى نيران إيش التغير الفيزيائي الكيميائي اللي حصل في الماء هذه بإمكاننا نوضحها على السريع فلو نلاحظ أن التركيب الكيميائي للماء هو H2O كلنا نعرف هذه المعادلة الكيميائية ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين تكون لك الماء يعني ذرتين من غاز الهيدروجين وذرة من غاز الأكسجين إذا جمعناهم مع بعض يتحول لنا الماء وكلنا نعرف هذه التركيبة الكيميائية او اقل شيء قد سمعنا فيها لكن لو جينا فصلنا بين الغازين هذولا بنعرف ان كل الغازين هذولا ما بين مادة متفجرة ومادة مشتعلة لو جينا عند الهيدروجين بنعرف انها من اقوى المواد الانفجاريه على وجه الارض، الهيدروجين كماده لوحده ماده انفجاريه تتفجر بسرعه، وانفجاره يكون قوي جدا وسريع، واما الاكسجين فهو غاز قابل للاشتعال، فلو جبنا المويه وفصلنا الغازين هذول عن بعض بيصير عندنا انفجار واشتعال في نفس الوقت، الانفجار اللي يصير من الهيدروجين يسبب اشتعال الاكسجين اللي موجود في الماء، الله اعلم انه من شده الصرخه هذه والصوت القوي انه يفصل ما بين هذا هذا التركيب الكيميائي. يفصل ما بين غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين فيتحول عندنا الانفجار والاشتعال تذكرون الله سبحانه وتعالى ايش قال واذا البحار فجرت التفجر هذا الله اعلم ان الهيدروجين واذا البحار سجرت والتسجير هو الاشتعال الله اعلم ان الانفجار يصير من بعده يصير الاشتعال القوي هذا وبكذا تتفجر المحيطات كامله كلها تتحول الى نيران كبيره جدا في الجبال اللي كانت في يوم من الايام ثابته وهي اللي تثبت الارض تتحرك امام عيونه الجبل الصامد الراسي هذا يتحرك بمكانه ايش المعادله الفيزيائيه اللي انضربت في هذيك اللحظه خلت الجبل نفسه يتحرك من مكانه يتحرك ويمشي حتى يختفي مثل السراب يقول الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا يشوفون الجبال هذه تتحرك امامهم وتمر مثل مرور السحاب تتحرك امامهم حتى في لحظه يتحول الجبل الصامد الصلب هذا القوي الى ماده خفيفه مثل القطن المنفوش، يتحول لهذه المادة الخفيفة ويطير في الهواء، فتختفي الجبال مثل السراب. يقول الله سبحانه وتعالى: "وتكون الجبال كالعهن" تختفي فتصير كالعهن. كيف كالعهن؟ العهن هو الصوف المنفوش اللي تشيله الريح. تخيل معي الحين الجبال تمشي قدامك تختفي وتصير كأنها منفوشة في الهواء. تصير كأنها صوف يشلها الهواء. هذا كله من قوة الصوت. فيشوفون الجبال تتحرك أمامهم وتختفي والبحار تتفجر انفجارات عظيمة جدا وسريعة تتفجر وتشتع النار منظر مرعب جدا فعلا تشعر بأن القوانين الكونية تتفكك شيء فشيء فإذا حصل هذا الأمور على وجه الأرض ناظروا في السماء فيشوفون إلا بالسماء أمام عيونهم تذوب السماء اللي كنت تشوفها زرقاء وصافية تصير تذوب أمام عيون الجميع وكأن فيها زيت وصخ شفت الزيت اللي مقلي فيها أكثر من مرة وكأن زيت مقلي فيها أكثر من مرة زمان العرب كانوا يسمونها المهل يقول الله سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل كالزيت الوسخ هذا إيش التغير الفيزيائي اللي قاعد يصير في الكون وكأن في أمر عظيم بيصير في السماء فتشخص أبصارهم في السماء الجميع يناظرون في السماء إيش اللي بيصير وفعلا في لحظة نور السماء يطفى خصف الله سبحانه وتعالى بالشمس والقمر فصاروا الناس كلهم في ظلمة شديدة ما يشوفون بعض يبدون يتخابطوا في بعض هذا كله والزلزلة لا زالت الأرض قاعد يصير فيها شيء الأرض قاعد تتغير والكنوز قاعد تطلع وهم شخص أبصارهم في السماء ومن هنا يصير مشهد مرعب جدا في السماء السماء يتحول لونها للون الأحمر لون السماء يتغير مرة واحدة يتغير من اللون العادي إلى اللون الأحمر هذا ويتغير شكلها من زيت ذايب الى زيت يغلي، وكانها وكان في انفجار بصير فجأة وهم على هذا الحال الا بالسماء تنشق نصفين وتتناثر النجوم، تتناثر النجوم شرق وغرب، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يقول الله سبحانه وتعالى في حال النجوم وقتها: وإذا النجوم انكدرت، يعني تناثرت، وهذا يصير وقت ما السماء تنشق، وبعدها يصدر صوت قوي جدا يفجر قلوب جميع الخلائق في السماوات والأرض، وهذاك الصوت الشديد اللي, اللي طلع هي النهاية، وهي نفخة الصعق، فيموت كل من في السماوات والأرض، كل مخلوق يقضى عليه، وما يبقى أحد غير الملائكة المقربين، ومو بس هم في بعض البشر استثناهم الله سبحانه وتعالى، ويقال بأنهم الشهداء اللي ماتوا في سبيل الله، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، بس الله أعلم، ما نعرف من هم، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى بعض الناس ما يموتون من نفخة الصعق ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وغيرهم من الملائكة وملك الموت فيأمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت بأنه يقبض الملائكة في روح لكل ملك ويأخذ روحه حتى إسرافيل عليه السلام فما يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وحده وقتها تكون الأرض ممدودة ما فيها أي عوج لا جبال ولا بحار ولا أي نوع من أنواع العوجات يقول الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا صارت الأرض ممدودة وجوفها خالي من كل شيء، فاصبحت الارض مثل الخبزه، ممدوده مثل الخبزه ما تشوف فيها اي عوج. ركز معي في كلمه خبزه هذه لانها بتجينا في الحلقات القادمه. يقول الله سبحانه وتعالى: واذا الارض مدت، ممدوده الارض ما تشوف فيها اي عوج، والقت ما فيها وتخلت، خرج كل ما في بطنها، صارت ممدوده وخاليه في جوفها وكل الكنوز، والاموات فوق ظهرها، واذنت لربها وحقت، فينزل في الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، والارض ممدوده وخاليه ما فيها أي حياه، ما تسمع فيها صوت احد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه احد، ارض خاليه، ما فيها حياه ولا فيها اي اي نفس. ترد عليه، يجيب الله سبحانه وتعالى على نفسه ويقول: لله الواحد القهار، ومن بعدها يصير حدث عظيم جدا للسماوات والارض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يطوي الاراضين بشماله، ثم يقول: انا الملك، اين الجبارون؟ أين المتكبرون يقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهنا ما يبقى غير الله سبحانه وتعالى وحده والسماوات والأرض في قبضته سبحانه وتعالى فيعيد الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات كما بدأ أول الخلق تذكرون يوم أقول لكم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعيد الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض كما بدأ أول الخلق يقول الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يعيد الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ومثلها الله سبحانه وتعالى كبداية الخلق ونكون حنا في بطن الأرض الأرض الجديدة الثانية في هذيك اللحظة والله أعلم أنه ما يبقى منا إلا عظمة العصص اللي هو عجب الذنب اللي هي العظمة اللي في آخر الظهر هي الشيء الوحيد اللي باقي منها فنصير في, في الأرض الجديدة كأنها بذور تخيل معي المنظر يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ونكون في الأرض الجديدة كأنها يعني فقط بذور في أرض والله أعلم أن العصعص هذا بينحط بدقة دقة عظيمة جدا دقة كبيرة جدا لأنك بتكون مع من تحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب العصعص هذا بيكون حولها الناس اللي أنت تحبهم فأنت تشوف من تحب هل تحب شخص قريب من الله سبحانه وتعالى أو تحب شخص عدو لله سبحانه وتعالى لأن عظمتك هذه بتكون مع هذولا مع 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 هذولا الاشخاص في هذيك الارض الجديده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء ينزل مطر على الارض هذه فينبتون كما ينبت البقل يعني نخرج من الارض مثل البقل والبقل هي فصيله من النباتات واغلبها هذه الفصيله تشبه الفاصوليا يعني تجيك الثمره مغلفه وداخلها الحبوب داخلها البقل شوف سبحان الله تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشكل يدل على ان بنكون في في شجره معلقين في ثمار كبيره جدا بنكون داخل هذه الثمار مثل مثل البقل مثل الفاصوليا العاديه بتكون اجسامنا داخل هذا الثمار وعلينا النبات هذا مثل سبحان الله مثل الكفن نقول فتحولنا من العظمه الصغيره هذه لشجره ومن الشجره هذه لثمره وحنا بداخل هذه الثمره سبحان الله وفي حديث ثاني اقل صحه يذكر فيه اننا بنكون كالطراثيث اللي هو هذا الشكل اللي تشوفونه امامكم خارجي من الارض بنكون مثل التراثيث زي ما تشوفون الشكل اللي امامكم، شكل عجيب جدا ويقشعر لها الاجساد، والشيء اللي يقشعر بدنك اكثر ان هذا الشيء راح يصير لنا حتما كلنا، صح ان عقلك ما يتصور هذا الامر ولكن يعني بس التفكير في هذا الامر يخليك تقول ما اخسر الدنيا عند الشيء اللي راح نقابله في هذاك في هذاك الوقت وفي هذيك الفتره. لأن جسدك هذا جسد الخلود جسد اللي بتدخل به الجنة أو النار الله أكبر يقول الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا فكذا تخلق الأجساد داخل الأرض مثل النبات سبحان الله وتبقى الأرواح عند الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ثم يعيدكم فيها فترجع أرواحنا اللي عند الله سبحانه وتعالى لهذه الأجساد اللي داخل هذا النبات ويخرجكم إخراجا فتتشقق عنا النباتات هذه كأننا خرجنا من داخل أكفاننا تتشقق هذه النباتات ونرى أمر عظيم جدا أمام عيون هذا اللي راح نحكيه بإذن الله في الحلقات الجاية من هذه السلسلة الين هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم الحقيقة هذه السلسلة يعني فرحان وأنا أسويها الحقيقة لأن سبحان الله القراءة في هذه الأشياء تقربك من الله سبحانه وتعالى وتعلمك أن يعني الدنيا كلها هذه هو شيء بسيط أمام الشيء اللي راح نقابله عموما إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلاسل اللي موجودة على هذا القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير راح توحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته